أنا محمد إياد البندقجي جاي من سوريا من 3 سنين ونص. أنا حالياً فريق الإطفاء التطوع من 3 سنين. طبعاً جيت أنا وزوجتي وولادي. طبعاً بلدي كان في حرب فجيت لهون. الجيران أول ما سكنت هون قدموا لي عرض، قالوا لي إذا بتحب تشارك في الإطفاء. فأنا حسيت أنه شغلة حلوة، أنا ما بعرف شو هي. أنا من 20 سنة بيت أهلي احترق. طبعاً كان السبب الاحتراق أنه تأخرت الإطفاء لوصلت. فأنا حابب هاي الوظيفة بس ردة لألمانيا، أنه أنا حابب ساعد ألمانيا. عطوا ساعدتونا فتحتونا الحدود. كل تنين نحن بالصيف عنا تمرين عملي، نطلع نتمرن بالغابات بالشوارع، تمرين عملي. وبالشتاء نتعلم نظري. النظري ما كتير بستوعبه قد ما بستوعب العملي. بحاول اسال الشيف او الاصدقاء اللي معي الكاميغادن الزملاء، بحاول اسالهم. اللي ما بيسال ما بيتعلم. شاركت بالعملي لحد الان 45 مره، بين حوادث سيارات، بين حرائق منازل. خطره المصلحه، ممكن الواحد يوع، ممكن يتعرض لنار، ممكن يتعرض للدخان الأسود. طبعاً بالنهاية يعني هذا شيء عمل إنساني أنا بعمله. يعني لما جيت لألمانيا وجيت لألهايم أنا بعتبرهم زي أهلي، كتير ناس ساعدونا. هذا كتير بعتز فيهم وبفتخر وبشكرهم. اللي دفعني الاشتراك بالفاير يعني صورة جميلة للاجئين، صورة لبلدي. اللاجئين انه مو كلهم طبعا سيئين، طبعا عم يعملوا شيء منيح. في ناس عم تدرس في الجامعات، في ناس اشتغلت. طبعا انا عم اشتغل، وإضافة للتطوع بمجال الاطفاء واطفالي في المدارس. والحمد لله يعني عم ببني وطن جديد هلا وحياة جديدة. ودرسنا يا زلمة. وشكرا ألمانيا وشكرا الحكومة الألمانية.